بيننا النهر وهذا الجسر، فإما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. يقولون إما أن نعبر إليهم وإما أن يعبروا إلينا. مرهم فليعبروا إلينا، ما هم بأجرأ على الموت منا، بل نعبر إليهم. أرجع النظر يا أبا عبيد، نشدتك الله. يا أبا عبيد، إنهم أهل المكر والخديعة، ولا أحسبهم ينتظرون حتى نكمل العبور ونرتب الصفوف، بل يعجلون إلينا ونحن في ضيق. ما بكم؟ هل جبنتم؟ إن أحجمنا عن العبور ظنوا بنا الخور، فقويت عزائمهم وهي نصف النصر. وقد عزمت أمري، فاسمعوا وأطيعوا.
الناس إنا دونكم حتى نحمي وجوهكم وظهوركم. صبروا الجسر على مهلكم. الله أكبر الله أكبر. بلى، انتصرنا عند الجسر بعد أن قتل من جندنا 6000، 6000 قتيل من جندنا، وقد حصرنا المسلمين في مكان ضيق عند الجسر، فكيف لو لقيناهم في أرض واسعة ولم يختاروا العبور إلى جيشنا؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ لماذا رجع القائد بهمن بجل جيشه إلى المدائن؟ وكان في وسعه أن يلحق بالمسلمين وهم في قلة وضعف فيبيدهم عن بكرة أبيهم، ولكنه أرسل خلفهم قطعة من الجيش مع جابان ومردان شاه، وكانوا أقل من أن ينتصروا وأكثر من أن نضحي بهم، وهذه هي النتيجة: هزيمة أعقبت النصر ومحت، وقتل اثنان من أعظم قادتنا جابان ومردان شاه. وما ذاك إلا لأن بهمنا آثر الرجوع بمعظم الجيش وأفلت تلك الفرصة السانحة. قدرت أن من بقي من المسلمين بعد الجسر أضعف من أن يصمدوا لمن أرسلت مع جابان ومردان شاه. والآن نعلم أنك أخطأت التقدير. لماذا لا تقول الحقيقة أيها القائد؟ لماذا لا تقول إن الوزير القائد رستم قد كتب إليك يأمرك بالرجوع إليه من فورك؟ لو كفانا بعض القادة والأمراء مكائدهم لما فعلت، ولكن واجبي أن أدبر الحربين معا، حرب المسلمين هناك وحرب أعداء المملكة هنا. من هؤلاء القادة والأمراء الذين تقصدهم؟ ألا تسميهم كي نخرج إليهم الآن فنقبض عليهم ونقتلهم؟ أم تراك تغمز مني أنا؟ لست أكثر ولاءً لجلالة الملك مني، وإن كان عندك الدليل على خيانتي فهلم به، وأنا أضع عنقي في حكم الملكة. كفانا هذه الخصومة وهذا الخلاف الذي يوشك أن يودي بالمملكة. لقد أوليتكما ثقتي معا، واعلما أني لن أميل إلى أحدكما على الآخر مهما تحاولا، فإن لم يتوقف هذا كله فلسوف أنزل عن العرش، وليكن بعد ذلك ما يكون. فلا أريد أن ينسب إلي ذهاب فارس إلى الأبد. أتخرج إلى المسجد في هذا الثوب؟ أليس يكسوني ويقيني الحر والبرد؟ وليس في نفقتي من مال الله غير ثوبين، والثاني صار مثل هذا. لو شئت لاستحللت أصحابك في ثالث. لا والله لا أفعل، ولكن أنت ألا تصلين في بيتك؟ فقد علمت ما أحب. وأترك فضل الجماعة وأن أسمع أمير المؤمنين يعظ الناس؟ إن كان لابد فصلاة النهار دون الفجر والعشاء في العتمة. تراك تنهاني بهذا؟ وما كان لعمر أن ينهى عما أقر رسول الله إذ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أسبقك أم تسبقني؟ الأولى أن يسبق الناس إمامهم إلى المسجد. يا أمير المؤمنين، قد أغلى الناس المهورة فعجزنا عن الزواج، ألا تأمرهم؟ أيها الناس، قد شكى إلي بعضكم زيادة المهور حتى أصاب الشباب منها عنتا،
وضاقت بهم سبل الزواج، فلا تزيد في مهور النساء على 400 درهم، وإن كانت ابنة سيد من سادتكم فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. ماذا لك يا أمير المؤمنين؟ ولما؟ لأن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فكيف تتوعد أن تأخذ الزيادة عن الحد الذي فرضته فتلقيه على بيت المال؟ امرأة أصابت ورجل أخطأ، اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر. أيها الناس، أيها الناس، قد رجعت عن قولي، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل، ومن خفف العبء عن أبناء المسلمين خفف الله عنه. هذا عبد الله بن زيد من أصحاب أبي عبيد في العراق. ما عندك يا عبد الله؟ أتاك الخبر يا أمير المؤمنين، عقب الصلاة إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله أبا عبيد، لو أنه انحاز إلي إذ رأى كثرة الفرس وقلة جيشه لكنت فئته ثم ندبت الناس معه. أما المثنى فشكر الله له بلاءه العظيم، قد كان والله كما وصف رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد، جاهد في العراق قبل أن يخرج الناس ثم رضي أن يقاتل تحت راية خالد ثم راية أبي عبيد، وما طلب الإمارة لنفسه يوما وهو السابق إلى جهاد الفرس، فلا والله لا نخذله وقد استمدنا، فلنغيثنه بالمدد إثر المدد والجيش إثر الجيش، حتى لو اقتضى الأمر أن أخرج إليه بنفسي. نرسل داعي الجهاد إلى قبائل العرب في كل موقع ومنزل، وافقنا على أن أحكم 10 سنين ثم نبحث عن واحد من ذرية كسرى أبراويز الذين اختفوا عن الأنظار، وقد بلغني أنه من بقي منهم حيا حفيد لكسرى أبراويز اسمه يزدجرد، وهو ابن شهريار الذي كان في من قتلهم أخوه شيروي، وقد فرت به أمه وأخفته عند أخواله في أصطخر، وهو آخر الذكور من نسل كسرى وبني ساسان. وقد عزمت ألا ننتظر 10 سنين، فقد بدا لي أن هؤلاء القادة وعامة الناس أيضا لن يجتمعوا حقا إلا على رجل قوي من ذرية كسرى، فلا يطمعون بالاستئثار بامرأة مثلي. فإذا جلس على عرش كسرى صاحب الحق فيه واجتمع الناس عليه، يئس هؤلاء
من أن يصيبوا حظا من الملك فانصرفوا إلى ما هم له، الحرب ولا شيء غير الحرب. قد حاولت وما كان لي غاية إلا مصير فارس وإرث ملوكها، ولكن كنت هنا أدبر مواسيعني التدبير، وتحت يدي العدد والعدة وكنوز الأرض وإرث 1000 سنة ويزيد من أمجاد فارس وعظمتها. وهناك بعيداً في حاضرة المسلمين في أرض الفقر والصحراء وبيوت الشعر والطين، أميرهم الأكبر ذاك الذي يسمونه الخليفة يدبر من مكانه. وأقر الآن أنه غلبني، فحق علي أن أتنحى وأغيب في طي النسيان. ولو وددت لو رأيت ذلك الرجل الذي غلبني بعيني هاتين لأعرف أي الرجال هو، وهل غلب جنده وقادته به أم غلب بهم أم كلاهما غلب بالآخر. يا غلام، ألا تحملني معك؟ أمير المؤمنين دونك يا أمير المؤمنين، اركب. لا، اركب وأركب أنا خلفك. لا يراني الناس وأنا راكب وأمير المؤمنين خلفي. تريد أن تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على الموضع الخشن؟ هيا اسمع وأطع. انزلني، انطلق لحاجتك. بل انتظر حتى تفرغ فأحملك معي. بارك الله فيك، انطلق هداك الله. خير يوم لك منذ ولدتك أمك، لو كنت تعقل. إنه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جئت أنظر في هذا الحمى وفي إبل الصدقة، كيف تصنعون؟ كما أمرت يا أمير المؤمنين، لا نمنع صاحب إبل من الحمى. ولا تميزون بين الناس؟ كلهم سواء في الرعي ومورد الماء. هكذا نعم، فإنه ملك المسلمين جميعا. وهل يسع إبل الصدقة وإبل الناس؟ نعم، حتى الآن، وإنا لنرتب ورودهم الماء. ولكن إذا زادت إبل الصدقة وإبل الناس ضاق الحمى بهم. وتلك الأرض؟ أرض بلال بن الحارث التي أقطعه إياها رسول الله. لا أراها قد عمرت بزرع أو بنخل. إنها واسعة، وقد عمر بلال بعضها وترك بعضها لا يطيق عمارته. التمس مكانه وأرسله إلي. أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين، هذا ما تلقي الريح. لم أقطفه بيد ولم أسقطه بحجر،
والله. لم تكذبني، ما اسمك؟ سنان بن سلمة الهذلي. يا أمير المؤمنين، الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي. والله. كلا، امشي معي حتى أبلغك أهلك. كيف تصنع بذلك البلح؟ أقسمه بيني وبين أمي وأختي. بالعدل؟ بالعدل، والله بالعدل، أعدها عدا والله. ألا ترى أنك تكثر الحلف؟ لغون يا أمير المؤمنين، لا يحاسب الله عليه. من علمك هذا؟ أمي، لا تترك الصلاة في المسجد وهي تحفظني القرآن. هذه أم صالحة، جدير بك أن تبرها، ومع ذلك لا تعود لسانك على الحلف فتخرج مما لا إثم فيه إلى ما فيه إثم. أفعل يا أمير المؤمنين. عهد بيني وبينك؟ نعم عهد والله. نسيت نسيت والله نسيت. ولكنك لم تذكر أباك. هو في جيش العراق. حقا؟ كيف لأمير المؤمنين أن يذكر كل رعيته؟ من نصيبي يا أمير المؤمنين. تطعمني من نصيبك؟ واحدة فقط من بركة طعام لبيت صدق، فيه مجاهد وزوج صالحة وصبي مبارك إن شاء الله. ادع لي أمك إلى الباب تسمع. أفعل. أمه؟ أمه؟ أمير المؤمنين، هل أساء ولدي؟ بل أحسنت تأديبه يا أمة الله. وقد علمت أنك مغيبة، فكيف تصنعين؟ ألك حاجة؟ نحن بخير يا أمير المؤمنين، يصلنا رزقنا بفضل الله من قسمة أمير المؤمنين. قد جعلت نفسي أبا العيال يا أمة الله، وأني كرهت أن تخدع نساء المجاهدين في البيع والشراء في غيبة أزواجهن، فمن شاءت أن تشتري شيئا فلترسل معي من تشاء من غلمانها أو فتيانها فأشتري لهن حوائجهن من السوق، فهل لك حاجة؟ السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. كيف تجدين أهل السوق؟ وهل يجرؤ أحد على الغش؟ وشفاء بنت عبد الله قاضية الحسبة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أرى معك غلمان المغيبات وبناتهن على عادة أمير المؤمنين، أفلا تقسمهم بيننا فأكون مع بعضهم وتكون أنت مع الآخرين فنشتري حوائجهن ولا يطول عليك هذا الأمر؟ من يمضي مع الشفاء ومن يبقى معي؟ ويحكم، ألا ترضون بي وأنا الشفاء صاحبة السوق؟ هذا وأنت عمر الذي يتحدث الناس بشدته ومهابته. لو شئت قلت غلظته. أما هذا فوصفك لنفسك ولست أصدقه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فيما أرسلت إلي يا أمير المؤمنين؟ اجلس يا بلال اجلس. تلك الأرض التي استقطعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعها لك. ما شأنها؟ لا أراك قد أطقت عمارتها كلها. أجل، فإنها أرض طويلة عريضة. إذن انظر ما قويت عليه منها فأمسك، وما لم تطق وما لم تقوى عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. لا أفعل والله شيء أقطعنيه رسول الله.
قد علمت أن رسول الله لم يكن يمنع شيئا يسأله، وإنما قسمها لك لتعمرها فتأكل منها وتطعم، وتذهب صدقتها إلى فقراء المسلمين، فذاك هو القصد. فإن عجزت عن عمارتها كلها أو بعضها ذهب القصد، فلا أنت تأكل منها ولا تنفع بها الناس. إن كنت أظلم بهذا فقوموني. لا والله لم تظلم. قد عزمت عليك فلا تفعلن، قضي الأمر. أما زال بعضنا يرجو أن يأتي جيش من قبل القيصر فيفك هذا الحصار بعد هذه الشهور؟ توشك الأسواد أن تنفد من البيوت والأسواق. وما يهم فسطاس وأصحابه وقد ملأوا خزائنهم وأمنوا الجوع؟ فإلى ما يطول هذا الحصار؟ وهل ننتظر إلى أن يدخلها المسلمون علينا عنوة فينزلوا بنا حكم المحاربة؟ وإن كانت النتيجة محتومة، أوليس الأجدر بنا أن نصالحهم على الأمان في أنفسنا وأهلنا وأموالنا؟ ما أخشاه أنه إذا غلبوا الروم أن يقبل أهل البلاد على دينهم طبعا، وقد بدأ هذا. وأي بأس في أن يختار الرجل لدينه إن لم يقهر عليه قهره. أما أن نواطئ الروم على العرب المسلمين ونرضى بظلم الروم ونأبى عدل المسلمين لا لشيء إلا لنصد الناس عن أن يختاروا لدينهم طوعا، فذاك هو الإكراه. وما الذي اخترته أنت؟ نعم، أسلمت قبل أن يبدأ هذا الحصار وقد بلغتني رسالة الإسلام. فإن كان هذا يطعن بي عندكم فدونكم وما تريدون، ولكني ناصح لكم نصحي لأهلي. هيا تقدما، قلت تقدما. هيا دعوني. ماذا في الأسوار؟ لم أفعل شيئا، ارتعدوا. نعم ابعد عني. هذان ثبت عندنا انهما يواطئان العدو فاستحقا العقوبة، وهذان من جمع وحرض فليس لهما عقوبة الا الموت. لماذا هذه القسوة؟ ما ذنبهما؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كفى، كفوا عنهما، إنهما من قومنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمير المؤمنين، إن لي عندك حاجة، وأنا من رعيتك، قد استخلفك الله علي كما استخلفك على غيري. ما حاجتك؟ قد غرمت دينا فلا أطيق سداده، وصاحب الدين يقتضيني. كم دينك؟ 100 درهم جهزت بها ابنتي لزوجها. حاجتك مقضية إن شاء الله، ولكن ما يمنعك من الإسلام وقد دخل الناس فيه؟ أنا عجوز كبيرة وما بقي من العمر إلا أقله. أنت وما تشائين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله، أستغفر الله. ماذا فعلت يا عمر؟ لما تستغفر يا أمير المؤمنين؟ امرأة عجوز نصرانية كان لها عندي حاجة وقضيت حاجتها، لكني دعوتها إلى الإسلام. ولكنك لم تكرهها، أليس كذلك؟ خشيت مظنة الإكراه بحاجتها عندي. مناط الأمر نيتك يا أمير المؤمنين، فإنما الأعمال بالنيات. اللهم إني أرشدت ولم أكره، اللهم إني أرشدت ولم أكره، ومع ذلك ففي النفس مما فعلت شيء غفر الله لي. أيها الفتى، لماذا تدل علينا المليحة؟ ألا تراني أهلا لصحبتها؟ النهار جميل ورائق والبساتين عامرة، ولا نريد غير بعض اللهو البريء، فلو رضيت قضينا وقتا ماتحا. لن تندم المليحة على صحبتنا، فعندنا من النوادر اللطيفة الطريفة الطريفة ما يمتع السمع ويسر القلب. ألا تنتهي أيها الفتى؟ حتى تنتهي الطيور عن الصداح، والنهر عن الجريان، والنحل عن طلع الزهور، والرمش الكحيل عن إطلاق سهامه في قلب العاشق الولهاني المسكين. ألا تشفقين علي وقد ترين ما أنا فيه؟ هل يسرك أن تعلمي أن الفتى يزدجر قد مات من شدة الحب والوله والهجر والحرمان؟ أم أن المليحة ترقى البلاء؟ لا أراك ترتدع حتى تنزل بك قارعة. قارعة؟ من ينزلها بي؟ أنت، افعلي رجوتك. بل هذان. من هذان؟ بل ما هذان؟ مورينا يا سيدتي، ما نصنع به؟ فقط أميطه عن طريقي ولا تؤذيه. لا بأس لا بأس، أميت نفسي أميت نفسي. ولكن أين لحيتك وشاربك؟ آه نعم خصي، لذلك لا تدرك معنى أن يموت الفتى عشقا. ولكني أدرك كيف يموت الفتى لسوء أدبه. لا يمس أحد الناس جلالة الملك حتى يلقى عقوبته. جلالة الملك. مولاي الملك، يستجرد ابن شهريار ابن كسرى أبرويز.
أترى إلى هذا؟ كأنهم ركبان قصر بهم الطريق. انطلق بنا ننظر حالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أأدنوا؟ أدنوا بخير أو دع. ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ الجوع. وأي شيء في هذا القدر؟ ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. يا امرأة، رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. جاءك الفرج يا أمة الله، امكثي حتى أرجع إليك بشيء. ذر الدقيقة وأنا أصوته. ليس هكذا، ذريه قليلا قليلا وأنا أحرك وأصوت حتى ينحل الدقيق في قوام واحد، فلا يتجمع ويركب بعضه بعضا. هكذا تصنع الحريرة. أبسطه في الصفحة قليلا قليلا حتى يبرد. تعال تعال يا بني، كل 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 كل. جزاك الله خيرا أيها الرجل، كنت بهذا أولى من أمير المؤمنين. قولي خيرا. إذا كان من الغد فاقصدي إلى أمير المؤمنين وستجدينني هناك، فيقسم لك إن شاء الله.